السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة دي هنتكلم فيها عن الإميون بيست دايجنوستيك تكنيكس ان باراسيتيك انفكشنز. المفروض في آخر المحاضرة دي نكون عرفنا ايه هي البرنسبلز والبروسيجرز بتاعت الكومون إميون بيست دايجنوستيك تكنيكس ان باراسيتيك انفكشنز. أول تكنيك هندرسها هي الإميونو فلوريسنس، وهي فكرتها ان احنا بنعمل فيجواليزيشن او ديتكشن لسبيسيفيك بروتين او انتجن باستخدام انتي بودي كونجوجيتد ويز ا فلوريسنت داي، يعني انتي بودي يكون محمل عليه صبغه فلوريسنت داي بتدي ضوء معين باستخدام الفلوريسنس مايكروسكوب او الكونفوكال مايكروسكوب. الاميونو فلوريسنس دي بتستخدم في الديتكشن بتاع الانتجن على سيلز فيكسد اون سلايدز او تيشو سيكشنز. الاميونو فلوريسنس عندنا في نوعين، في نوع اسمه دايركت اميونو فلوريسنس تكنيك وفي اندايركت. ايه الفرق ما بين الدايركت والاندايركت؟ الفرق ان انا في الدايركت هستخدم انتي بودي واحد بس هنسميه برايمري انتي بودي، هو ده اللي بيبقى ليبلد او كونجوجيتد بالفلوريسنس داي. لكن الاندايركت هستخدم فيه تو انتي بوديز. الدايركت بستخدم انتي بودي واحد، الفكره بتاعته زي ما موضح في الصوره ان انا بعمل ديتكشن للانتيجن اللي موجود في السيلز او التيشوز اللي هو لونه اورنج في الصوره، وبستخدم هنا انتي بودي اللي هو لونه اخضر هنا، ده بيبقى كونجوجيتد او ليبلد بفلوريسين او فلوريسنس داي. الفكره ان الانتي بودي ده هيعمل بايندنج للانتجن او السبيسيفيك انتجن اللي انا بدور عليه في التشو او السيلز. في الحاله ديت الفلوريسنس داي هتدي لون تحت او استخدام الفلوريسنس مايكروسكوب. في الحاله دي يبقى انا اتاكدت ان انا عملت ديتكشن للانتجن اللي انا بدور عليه. النوع الثاني هو الاندايركت اميونو فلوريسنس. النوع ده انا بستخدم فيه تو انتي بوديز، الاولاني اسمه البرايمري انتي بودي اللي هو في الصوره لونه ازرق، ده اللي بيعمل بايندنج للانتيجن مباشره وده ما بيبقاش عليه فلوريسين داي ولا حاجه. بنستخدم بعديه سكند انتي بودي، سكندري انتي بودي هو اللي بيبقى محمل بالفلوريسين داي، وده تو ريكوجنايز البرايمري انتي بودي، ده بيعمل كومباينيشن مع الانتي بودي اللي عمل بايندنج للانجن. يعني هنا السكندري انتي بودي بيتحد مع الانجن انتي بودي كومبلكس اللي اتكون في الاول، وهو ده اللي بيبقى محمل بالفلوريسين داي، وهو ده اللي بيدي الكالر تحت الفلوريسنس مايكروسكوب. ميزه الاندايركت انها بتبقى مور اكوريت، تاني حاجه ان هي بتدي فلوريسنس اعلى، برايتر فلوريسنس زين في حاله الدايركت ميثود. دي صورة بتوضح الفرق ما بين الدايركت والاندايركت اميونوفلوريسنس. الصورة اللي هي بتاعت الدايركت موضحة ان الانتي بودي هنا استخدمنا واحد بس هو اللي مسك فيه الانجن، وهو نفسه اللي محمل بالفلوريسنت داي. لكن الاندايركت انا مستخدمة فيه تو انتي بوديز، برايمري انتي بودي مش محمل بحاجة وده المسؤول عن البايندنج مع الانجن، بعد كده بنحط السكندري انتي بودي هو اللي بيبقى عليه الفلوريسنت داي، وده اللي مسؤول ان هو يبايند تو البرايمري انتي بودي، وهو اللي بيدي الفلوريسنت داي تحت الفلوريسنس مايكروسكوب. امثله للبارازايتس اللي هي كان بي ديتكتد باي اميونو فلوريسنس زي الكريبتوس بوريديوم بارفوم اوسيستس والجيارديا لامبرياسيستس. تاني دايجنوستيك تكنيك معانا هو الاليزا او الانزيم لينكد اميونو سوربنت اسي. دي صورة الإليزا كيت ودي صورة الجهاز اللي هو الإليزا ريدر اللي بنقيس بيه. التايبس والبرنسبل عندنا الإليزا ممكن تستخدم for detection of antigen أو detection of antibodies. هي ليها كذا نوع، في direct وفي indirect وفي sandwich وفي competitive. بالنسبة للديتكشن بتاع الأنتجن هنتكلم عن نوعين بس هما الدايركت والإندايركت إليزا. الإليزا هنا شبه بالظبط الإميونو فلوريسنس، نفس الفكرة بس الفرق ما بعد ما كنت بستخدم فلوريسنت داي بستخدم هنا الانزيم بخليه لينكد للانتي بودي. الانزيم هنا لما بضيف عليه السبستريت بيحصل رياكشن وبيديني كلر، الكلر ده انا بقيس الدنسيتي بتاعته ومنها بقدر اعرف كميه الانتيجن اللي في العينه. الفرق ما بين الدايركت والاندايركت زي الاميونو فلوريسنس، هل بستخدم انتي بودي واحد ولا بستخدم اتنين. الدايركت إليزا أنا هنا بستخدم أنتي بودي واحد وهو اللي بيبقى إنزيم لينكد، ولما بضيف السبستريت
بيحصل الرياكشن وبيديوني الكالر اللي بقيسه بجهاز الإليزا ريدر ده الدايركت إليزا. الصورة هنا الأنشون هو اللون الأزرق اللي بيبقى لازق في الويلز، وبعدين بنحط احنا الانتي بودي اللي بيبقى انزيم لينكد واللي هو لونه اخضر ده، وعليه الانزيم اللي هو لونه اورنج، بكام دي في السبستريت ويحصل الرياكشن. لكن الاندايركت اليزا انا بستخدم فيه تو انتي بوديز. الانشن هنا في الصوره برضو هو الازرق، اول واحد ضفت الانتي بودي اللي هو البرايمري انتي بودي ده نوت انزيم لينكد، بيتحد مع الانشن ويعمل انشن انتي بودي كومبلكس. بضيف السكندري انتي بودي اللي هو في الصوره هنا الاخضر اللي عليه الانزيم اللي هو اللون الاورنج ده، السكندري انتي بودي هنا هيتحد مع الانجن انتي بودي كومبلكس، يعني هيتحد مع البرايمري انتي بودي اللي مسك في الانجن، بحيث ان انا لما اضيف السبستريت هيحصل رياكشن ما بينه وما بين الانزيم، ويحصل برضو ان يديني لون اقدر اعمل له ديتكشن بجهاز السبكتروميتر او الاليزا ريدر، ومن درجة اللون أقدر أشوف كمية الأنشن اللي في العينة. دي خطوات مختصرة للدايركت إليزا، بروتوكول سمري ملخص للخطوات. أول حاجة بجيب بفرد سوليوشن للأنشن to be tested، الأنشن اللي أنا بدور عليه، بجيب العينة وأحطها في المايكروبليت في الويلز، بحيث إن الأنشن ده يحصل له أدهيجن للبلاستيك ويلز ديت عن طريق الشارج انتراكشنز. بعد كده بضيف الانزيم كونجوجيتد انتي بودي، وده هو اللي هيعمل بايندنج سبيسيفيكالي للانجن اللي موجود في الويلز. بعد كده بضيف السبستريت السبيسيفيك فور ذيس انزيم، المفروض هيحصل انتر اكشن ما بين الانزيم والسبستريت فينتج عنه كولر. درجه اللون تعتمد على تركيز الانجنز اللي موجوده في العينه، كل ما كان التركيز اعلى كل ما اللون هيبقى أكبر. ونقيس درجة اللون بالسبكترو فوتوميتر أو الإليزا ريدر، وهنا بيديني quantitative value، بيقيس لي كمية الأنتجنز الموجودة في العينة بناء على الكالر سترينز. تالت تيست عندنا هو الاندايركت هيم اجلوتينيشن تيست. اندايركت هيم اجلوتينيشن تيست فور سيرو دايجنوزيس اوف شيستوزوميزيس، ده الاكزامبل على التيست دوت. البرنسبل او الفكرة بتاعته ان انا عندي RBCs بنجيبها من الشيب، شيب RBCs are sensitized with schistosoma mansoni antigen، يعني محملة بالانتجن. بجيب انا السيروم بتاع العيان diluted serum واحطه على السنسيتايزد شيب RBCs دي. لو كان العيان ده بوستيف، يعني السيروم ده هيبقى فيه antibodies against schistosoma mansoni، هيبدأ يعمل agglutination للسنسيتايزد RBCs دي ويكون لي راسب لونه أحمر أو بني كلاودي ريد أو براون ديبوزيت زي الصورة كده. لكن لو الأنتي بوديز بي مش موجودة مش هيحصل الأجلوتينيشن ده، وهيبقى يديني منظر الرينج رينج لايك ديبوزيت at the bottom of the well. النتيجة بقدر أشوفها within 2 hours. الصورة هنا بتوضح البرنسبل برضو. أنا عندي في الويل الأولانية دي عبارة عن sensitized RBCs بس، ومحمله بالانتجن اللي هو الشستوزوما مانسوناي اللي هي المثلثات البني دي. وبعد كده حطينا السيروم بتاع العيان، لو في انتي بوديز الانتي بوديز ديت هتتحد مع الانتجن اللي موجود على السيرفيس بتاع الار بي سيز فتجمعهم، يحصل لهم اجلوتينيشن تتجمع وتعمل لي المنظر بتاع الراسب اللي هو الكلاودي ريد او براون ديبوزيت زي ما احنا شايفين في الصوره الاولانيه. لكن لو مفيش انتي بوديز في السيروم بتاع العيان، يعني هو ما عندوش الديسيز ده، اللي هيحصل مش هيحصل اجلوتينيشن، مش هيحصل بايندنج الانتي بودي مع الانتجن، مش هيحصل التجمع بتاع الار بي سيز ده، لكن هتنزل الار بي سيز وتترصب تحت، فمش هتديني غير رينج ديبوزيت دايره كده هتبان لي بالمنظر اللي هنشوفه دلوقتي. البروتوكول بتاعها الخطوات باختصار ان انا بجيب السيروم بتاع العيان واعمل له دايلوشن الاول بتركيز معين 1:40، وبعد كده بعمل بجيب المايكروبليت اعمله بريباريشن واجهزه، اعمل سيريال دايلوشنز للسيروم. ببدا اخد السيروم الستوك اللي انا عملته تركيز 1:40 ده واعمل له سيريال دايلوشنز. اول مره خالص هتبقى 1:80، بعد كده 1:160، 1:320، وهكذا عماله بعمل دايلوشنز
بضاعف بعمل الضعف 81 1 ل 160 1 ل 320 سيريال دايلوشن تخفيفات مختلفه للسيروم الاولاني خالص اللي انا كنت اصلا مخففاه. بعد كده بحط على السيريال دايلوشنز ديت ار بي سيز سنسيتايزد ار بي سيز واستنى اشوف التفاعل ويزن 2 اورز ونشوف انهي ويز اللي هيحصل فيها الاجلوتينيشن وانهي اللي مش هيحصل فيها. الصورة دي بتوضح مثال للبوزيتيف كيس. هنلاحظ ان في ويلز فيها اللون الاحمر مالي الويل كلها امبريلا لايك، ديت معناه ان حصل اجلوتينيشن للار بي سيز، وفي جنبها الرينج ديبوزيت صغيرة كده في النص بس، ديت معناه ان ما حصلش اجلوتينيشن. احنا بنقيس التتر او بنشوفه ازاي، بنجيب اخر ويل اخر تفاعل حصل بوزيتيف، هو ده التتر اللي احنا بنقول عليه كمية الانتي بوديز في العينة دي قد ايه. ده اكزامبل تاني البيشنت تاني، عايزين نشوف التتر بتاعه كام. هنبدأ نشوف الويلز كلها، اخر ويل حصل فيه بوزيتيف ريزلت هو 1/640، يبقى هو ده الانتي بودي تتر بتاعه 1/640. دي الريفرنسز، ثانك يو.